مرحبا بكم يا جماعة في أحد أهم مدن ألمانيا اسمها مدينة دوسلدورف. نتفرج عليها ونشوف أهم معالمها. فشو حيصير؟ ابقوا معنا، اشتركوا بالقناة، استعدوا فإنكم حاليا مسافرون إلى مدينة دوسلدورف في ألمانيا كأنك هناك. واهلا وسهلا مرة تانية. الدنيا برد جدا، ولكن مع ذلك حنكتشف المدينة وحنتفرج على اجمل ما فيها. واحنا دلوقتي في مدينة دوسلدورف اللي هي بتكون عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا الموجودة غرب المانيا، وبتكون واحدة من اكبر مدن الالمانية. عدد سكانها حوالي 660 الف نسمة، وهي تاني اهم مركز اقتصادي في المانيا بعد مدينة فرانكفورت. والمدينة بشقها نهر الراين زي ما انتم شايفين، والمدينة مشهورة بأسواقها وبيوت الأزياء الموجودة فيها ومولاتها الكتير والمناسبات والمعارض التجارية اللي بتقام فيها طول السنة. بتقول الإحصائيات ان بيزور المدينة اكتر من 4.5 مليون شخص كل سنة عشان يحضروا معارضها المختلفة على مدار الاربع فصول. واحتلت مدينة دوسلدورف المرتبة الاولى على مستوى المانيا والسادسة على مستوى العالم في قائمة افضل المدن من حيث جودة المعيشة. فلو عايز تشوف جودة المعيشة ازاي بتكون في الدول المتقدمة، تعال زور مدينة دوسلدورف. واسمها الطويل جاي من موقعها، فموقع المدينة كان عند ملتقى نهرين الراين ودوسل. انتقلت للنقطة دي عشان موقعها الجميل على النهرين بعد قبائل الصيد الجرمانية على مشارف الإمبراطورية الرومانية في القرن الثامن الميلادي، ومن هنا أخذت المدينة اسمها دورف يعني القرية، ودوسلدورف يعني القرية اللي على نهر دوسل. ومن وقتها المدينة كبرت وبقت أكبر بكتير من مجرد قرية صيد الأصلية اللي كانت في القرن الثامن الميلادي. والنهاردة دوسلدورف هي مدينة زحمة وصاخبة جدا ولها تاريخ طويل وحضارة عصرية. ومطر مطر مطر، وحنستمتع رغم البرد بمناظر القنوات والمحلات التجارية اللي انا رايح عليها على طول نهر الكينجز آلي طريق الملك، وحنتمشى على ممشى الراين، وحنكتشف بعض اسرار المدينة القديمة على طول شارع بولك ستريت. وبعد النظر عن المكان اللي حنبدأ فيه النهاردة والجو البارد جدا ده، فاكيد انا بديت احب مدينة دوسلدورف. ومنتزه جسر الراين اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي هو اشهر حاجة في المدينة. هو كان كورنيش قبل كده، ولكن في سنة 1990 بدأوا يطوروا فيه لغاية ما انتهى للشكل الحالي، وتم افتتاحه سنة 1995، وتصمم نفق تحت الارض عشان يمشي فيه حركة المرور، والمكان بقى مخصص من وقتها بس للمشاة والتنزه زي ما احنا ماشيين فيه دلوقتي. وممكن تيجي تتمشى هنا او تسوق بسكليتة حوالي المكان لو كان الجو احسن، او تعمل رحلة بحرية في نهر الراين، او حتى تيجي على سلالم وتستمتع بحمام شمس زي معظم الاهالي هنا في وقت الصيف. وصلنا لوسط مدينة دوسلدورف، ساحة برجر بلاس او ساحة القلعة. ساحة القلعة بتكون موجودة على نهر الراين قريبة جدا من نقطة بداية المدينة الاصلية، وتسمت الساحة باسم قلعة دوسلدورف اللي كانت موجودة هنا في القرن الـ14. القلعة اتهدت سنة 1892 ومش موجود منها غير البرج اللي قدامنا ده. برج القلعة ده هو الجزء الوحيد الباقي من قلعة دوسلدورف القديمة اللي اتبنت هنا سنة 1260. التلات ادوار الاولانيين دول زي ما هم اصليين من القرن الـ13، اما الدور الرابع فاتعمل سنة 1552، اتعمل على شكل متعدد الاضلاع زي ما انتم شايفين، والخامس اتعمل سنة 1845 ومن قريب على شكل قوس دوار. وفي سنة 1882 فوق البرج تم اضافة ليه سقف على شكل خيمة زي ما انتم شايفين. والقلعة على مر العصور بقت قديمة ومحتاجة ترميم، لحد ما حصل حريق كبير سنة 1872 اللي دمر القلعة تماما، ودورة الرياح اللي موجودة في اخرة البرج دي عاملينها على شكل منفاخ حريق لاحياء ذكرى حريق القلعة القديم. برج القلعة دلوقتي بيستضيف متحف الراين البحري اللي بيركز على تاريخ النقل المائي في مدينة دوسلدورف، وموجود فيه نماذج للسفن القديمة وعروض تفاعلية، بالاضافة انك لو انت طلعت في المتحف ده هتشوف منظر بانورامي جميل جدا من اخر دور المتحف للسفن اللي ماشية في نهر الراين.
كانت قلعة ديسندورف وميدان القلعة مركز المدينة لعصور طويلة جدا، ولكن القلعة كانت قايلة للسقوط وفضلت بلدية تهدها وتخلي ساحة القلعة أكبر مساحة، واتبنت طريق سريع في المكان الباقي بعد الحرب العالمية الثانية. المنطقة كلها اتجددت سنة 1995 زي ما قلنا من شوية لما اتبنى ممشى ومنتزه نهر الراين اللي كنا بنتمشى فيه. والساحة بتستضيف مهرجانات وفعاليات مختلفة طوال السنة، واللي بيزيد جمال في الساحة ان موجود فيها عجلة فرس ضخمة اسمها عجلة ويلز اوف فيجن او عجلة الرؤية، واللي بتشوف فيها منظر بانورامي من فوق للمدينة القديمة التاريخية. وبعد الساحة على طول وصلنا لكنيسة جميلة جدا اسمها كنيسة القديس لامبروتوس. كنيسة القديس لامبروتوس دي واحدة من أهم المعالم في المدينة لأنها من أقدم المعالم هنا، فتم بناءها في سنة 1288 من أكثر من 700 سنة، نفس السنة اللي تم فيها تأسيس مدينة ديسلدورف رسميا. والكنيسة اتسمت على اسم القديس لامبروتوس اللي استشهد سنة 705، والقديس لامبروتوس كان أسقف مدينة ماستريخت سنة 670 وتوفى لدفاعه عن فكرة الجواز. هقول لكم اللي حصل بس خلونا ندخل نشوف الكنيسة بسرعة واحكي لكم اللي حصل واحنا جوه. ندخل بهدوء كده جوه الكنيسة. افتح يا سمسم. ايوة يمين شمال من اليمين من الشمال. فاللي حصل ان الحاكم وقتها كان عنده عشيقة وسأله ان يحلل له علاقته بيها وهو متجوز اصلا، فرفض القديس وحصلت بعدها اضطرابات سياسية وصراعات بين العائلات في المنطقة هنا فقتلوا الحاكم انتقاما منه، فبيعتبر القديس لامبروتوس شهيد لدفاعه عن الجواز الشرعي في مواجهة العلاقات غير الشرعية. بتميز التصميم الداخلي للكنيسة بالطراز القوطي زي ما انتم شايفين والتماثيل الغريبة جدا. برج الكنيسة ملوي بطريقة غريبة، بتقول الأسطورة ان الشيطان حاول انه يقتلع الكنيسة دي فلف البرج ولكن ما قدرش يهده، لدرجة ان البرج لما اتضرر في خلال الحرب العالمية الثانية من القصف كان السكان مرتبطين جدا بالالتواء الموجود في البرج ده، درجة ان هم لما رجعوا يرمموا الكنيسة رجعوا عملوا نفس الالتواء اللي كان موجود فيه. شو رايك بالجو لغاية دلوقتي؟ والله انا كتير مبسوط برفقة دليلنا السياح الاستاذ نادر. ولا دليل ولا شيء، احنا رفقات. بس يلا نكمل على المكان اللي بعده. يلا عشان الدنيا مطر ونروح اكتر اماكن قبل ما تزيد المطر اكتر من كده. وبعد الكنيسة على طول موجود حاجة من اهم الحاجات التذكارية في المدينة، نصب ستات هيربورغ التذكاري او نصب تأسيس المدينة التذكاري. النصب التذكاري ده اتعمل سنة 1988 لاحتفال بالذكرى 700 لتأسيس مدينة ديسلدورف. فالنصب التذكاري ده مصنوع من البرونز وبيصور مشاهد مهمة من تاريخ ديسلدورف زي معركة وورنجن اللي كانت السبب الاساسي في استقلال المدينة عن الحكم البابوي وتحويلها من قرية لمدينة مستقلة. فاندلعت معركة وورنجن في الخامس من يونيو سنة 1288 بالقرب من مدينة وورنجن الموجودة أقصى شمال مدينة كولون، فتقاتل سكان دوسلدورف وكولونيا ضد رئيس أسقفة جيش كولونيا، وكانت واحدة من أكبر المعارك في العصور الوسطى في أوروبا، وتقاتل فيها أكثر من 1100 شخص تخيلوا، وانهزم فيها رئيس أسقفة كولونيا، وكانت نقطة محورية في بداية خروج المدن الألمانية من سيطرة الكنيسة. وبعد المعركة دي منحت مدينة دوسلدورف ميثاق تأسيس المدينة، وحصلت كولون على استقلالها من المطرانية بعد المعركة الحاسمة دي، وأصبحت أخيرا إمبراطورية حرة سنة 1475. بتمثل الخوذات والدروع في النصب التذكاري ده معركة 1288 الشهيرة، وتمثل العربية الموجودة فيها دي الحق في الحصول على الحرية. والنصب موجود فيه كمان شكل المدينة الأصلي، وممكن بعد ما أنت تمرر على الكنيسة تشوف المكان الجميل ده كمكان مهم من معالم المدينة. هاي هالمجموعة شو وسيم؟ مبسوط بالرحلة؟ مبسوط للمجموعة. بس الدنيا مطر، كان نفسي أفرجكم على حاجة أحلى يعني. على العموم إحنا ماشيين وإن شاء الله خلاص على شغلة تانية على الواقع. يلا يلا. وبعده على طول وإحنا ماشيين هتجيلنا ساحة من أهم ساحات المدينة، ساحة ماركت بلاتس أو ساحة السوق. ساحة السوق دي اتذكرت لأول مرة في السجلات التاريخية سنة 1392، تخيلوا من الوقت القديم ده، وهي أهم سوق بالمدينة.
ولأنها كانت أهم ساحة موجودة في المدينة زمان، فحصلت هنا أحداث تاريخية مهمة جدا، زي أن مالتن لوثر المؤسس الكنيسة اللوثرية المنقلب على الكنيسة الكاثوليكية وعظ هنا في الميدان ده في أواخر القرن 16، وكمان كان فيها أهم مسرح بالمدينة اللي تأسس سنة 1729، ولكن للأسف اتدمر في خلال قصف خلال الحرب العالمية الثانية. بالإضافة أن في الساحة دي قاعة المدينة القديمة ونصب جان ويليام التذكاري المشهور. وكل يوم سبت زي معظم الساحات بألمانيا بتستضيف ساحة السوق أهم المنتجات اليدوية والأغذية الجاهزة، بالإضافة أن بيحصل في الساحة دي مهرجانات كتير زي مهرجان النبيد ومهرجان الحرف اليدوية ومهرجان السينما ومهرجانات فنية، وأهم شيء طبعا سوق أعياد الميلاد اللي بيبدأ في آخر كل سنة. وعلى يمين الساحة على طول موجود رات هاوس أو قاعة المدينة القديمة. قاعة المدينة القديمة دي اتبنت سنة 1573، ومن وقتها وهي مقر المجلس المدينة وإدارة البلدية. فقاعة المدينة زي ما انتم شايفين مبنية على طراز عصر النهضة، واتجددت أكتر من مرة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية اللي تم فيها تجديد واجهة البناية بالكامل. وفي وسط الساحة على طول موجود النصب التذكاري لجان ويليام. اتولد جان ويليام المعروف باسم يوهان ويليام في دوسلدورف سنة 1658 وتوفى سنة 1716، وكان دوق وأمين الخزانة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، فوقتها ما كانش لسه في ألمانيا يا جماعة. الدوق كان عايش في المنطقة دي، لكن إيه سبب شهرته؟ إيه اللي خلى البلدية تعمله تمثال وهو ما كانش ولا سياسي ولا قائد جيش ولا فاتح مثلا؟ جان ويليام كان المؤسس لمعرض دوسلدورف للفنون اللي حول المدينة لوجهة فنية. فرحل المدينة بسبب المعرض ده الفنانين المشهورين والحرفيين الموسيقيين ومصممي الأزياء وغيره من مجالات الفن المختلفة اتنقلوا المدينة هنا، اللي عمل نقلة نوعية للمدينة ودخلها رؤوس أموال كتير جدا واستثمارات في مجال الفن، وتحولت المدينة بعد كده المدينة غنية على إيد الراجل ده. يعني شفتوا إزاي يا أهل السياسة ممكن الواحد يخدم بلده بدون ما يقتل ويكون قائد ورئيس وكمان يكون بطل في عيون أهل بلده. نصب الفروسية ده اتعمل سنة 1711، واللي عمله النحات جابرييل جوبيلو، وبيقول التاريخ ان الفضة خلصت من جروبيلو وهو بيعمل التمثال ده، فبعت يطلب مساعدة من اهل المدينة، فراح مساعده يخبط على البيوت ويطلب المساعدة، فطلع سكان دوسلدورف وجابوا الفضيات اللي عندهم في البيوت من شقق وسواكين وتبرعوا عشان يكملوا النصب التذكاري، عرفان للجميل من اهل المدينة للراجل العظيم ده. والنصب التذكاري بيمثل جان ويليام بيرتدي درع كامل، وقعدة التمثال فيها أكاليل غار وصعف نخيل برونزية، والتمثال بيكون قريب من ساحة قلعة دوسلدورف، المكان اللي عاش فيه جان ويليام أكتر حياته. اعتقد ان الفيديو طول شوية، فخلينا نوقف هنا تصوير عشان ما تزهقوش مني، ونكمل في الحلقة الجاية ان شاء الله اكتشاف مدينة دوسلدورف القديمة. فلو انت استمتعت وتسليت بالفيديو وحسيت انك انت اخدت تجربة جديدة في الحياة لما عرفت مدينة دوسلدورف، ما تنساش تشترك في القناة عشان تكمل معايا اكتشاف المدينة الجميلة في الحلقة الجاية ان شاء الله، كأنك معايا في الرحلة وكأنك زميلي بالسفر وكأنك هناك. مش عارف، بس اكتبولي رأيكم في التعليقات، هل بتفضل ان زيارة المدينة بتكون فيديو واحد كامل كفيلم كده طويل لزيارة المدينة، ولا احنا نقسمه على حلقات احسن؟ قولوا لي رأيكم عشان يعني زي ما انتوا بتحبوا انا هعمل ان شاء الله. ممكن الفيديو اعمله كده زيارة كاملة للمدينة فيديو واحد نص ساعة مثلا، او ان يكون فيديو متقطع زي اللي انا عملته دلوقتي. ومع البانوراما الجميلة النهر دوسر اللي قدامنا دي، أشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله، وسلام.